صبرت دمع العين ولدارك تعنيت، ثار الوعد كذاب وتندمت من جيت. هو الشاعر العراقي الكبير محمد المحاويلي. انت عجبتك يا ماجد كأقل تقدير تذكر كلمات فلان الحان فلان ما بيها شيء. هل كانت الاتفاقات على اجور النصوص محل خلاف بينك وبين المطربين؟ ضي القمر الليله 12 منتصف الليل بتوقيت بغداد على MBC العراق. رمضان يجمعنا.